أيضا لعمليات إنقاذ عالقين تحت المباني المنهارة. الجهود مستمرة، وكما نتابع في هذه اللقطات تم انتشال أحد الأشخاص من تحت الإنقاذ، وكنا أيضا في نشرة سابقة تابعنا لقطات أولية لانتشال طفل من تحت الإنقاذ. إذا الجهود مستمرة، وكما نتابع على يمين الشاشة هناك صور لإنقاذ المزيد من الناجين جراء انهيارات المباني جراء زلزال تركيا.